ثورة البربر في تاكرتا. ثار البربر في تاكرتا بالأندلس وخلعوا طاعة الحكم الأموي وبدأوا يغيرون على المناطق المجاورة. فسير أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن الداخل جيشا كثيفا لقتالهم، وعلى عليه القائد عبد القادر بن أبان فقاتلهم إلى أن أفناهم قتله، وفر من بقي منهم فدخل في سائر القبائل، وبقيت منطقة تاكرتا وجبالها خالية من الناس 7 سنين.